انا علاقتي بابويا دي هي سبب مشاكلي كلها. بيحاول يتحكم في حياتي، كل القرارات هو اللي ياخدها لي على مزاجه. بحس ان انا حتى ماليش حق ان انا اختار شكل حياتي ده هيبقى عامل ازاي. هو باباك متعلم؟ ده هو اصلا شغلته التعليم، بدأ كمدرس، بعدين بدأ يترقى لغاية لما بقى ناظر مدرسة، بعدين جات له سفرية الخليج بقى مدير مدرسة هناك. من ساعتها كل حاجة اتغيرت، حتى هو اتغير. اتغير ازاي؟ يعني كان على طول بيشجعني على موضوع الغنى، فخور بيا كده. لما بيبقى في ناس يجي يقول لي على ايه نسمعهم صوتك، حتى جاب لي عود علشان اتعلم عليه. فجأة قال له غنى بقى حرام، حتى كسر لي العود اللي كان جايبه. ليه؟ هو تفكيره اتغير من بعد السفرية، حتى شكله ولبسه. لكنه لما ساب مصر رجعوا لي مكان واحد تاني. بس على العموم يعني كل الناس اللي سافروا في الفترة دي تفكيرهم وطريقتهم كلها اتغيرت. لا بس أنا مشكلتي أكبر شوية. إزاي؟ بتحكم في كل تفصيلة في حياتي. أصحابي ما كانش ينفع أشوفهم عشان كان خايف عليا منهم. وبقعد في البيت 24 ساعة، كني في السجن. كل ده بقى كوم، ولما اتخرجت من ثانوية عامة وجيت أختار أخش كلية إيه كوم تاني. آه طبعًا. أكيد طبعًا كنت عايز تدخل حاجة ليها علاقة بالفن، وهو قال لك لأ خد الشهادة الأول وبعد كده فن براحتك. لا ومش أي كلية، لكن عايز يدخلني تربية مخصوص علشان أطلع مدرس زيه، وأمشي على نفس الطريق اللي هو مشي عليه، وبعدين يبقى يسفرني الخليج، يشغلني في نفس المدرسة اللي شغل أخويا فيها. كان حلم حياتي إن أنا أدخل معهد موسيقى. تمسست بنفسي بقى وعامل كل الترتيبات. لما يجي وقتها ان شاء الله هبقى اعرف اقنعه. بس طبعا عايش في الوهم. واتش إت، ما تخليش حاجه تفوتك.